مما يدل على أن عملية فك الخطوط قديمة. ما ذكره أبو بكر الصولي قال: ادعى رجل على رجل مالا وأن معه به رقعة، وهذه الرقعة بخطه، فجحد الرجل الخط وجعل يكتب بين يدي الناس فيحكمون أن الخط ليس بخطه. ثم تراضيا بسليمان بن وهب وما يحكم به في ذلك، فأحضر الخط وأحضر الرجل، فقال له اكتب، فأملى عليه كتابا طويلا ردد فيه مثل الحروف التي في رقعته، فتبين سليمان أن الخط خطه، وأنه صنع في كتاب الرقعة ولم يكتب على طبعه بحروف دلته على ذلك، فحكم عليه سليمان، فاعترف الرجل بالخط وأدى المال. وعجب من ذلك، فقيل لسليمان: كيف وقفت على ذلك؟ فقال: إنه يصنع في الرقعة كلها إلا في أحرف قذفتها سجيته، وبذلك عرفت أن الخط خطه.